حضرتك في منتدى الشباب في العالم السنة دي من أرض السلام شرم الشيخ؟ صراحة من أرض الكنانة، تعودنا دائما التميز والإبداع والابتكار، وأنا أتوقع أن هاي بتكون انطلاقة حقيقية للأجيال القادمة، وهاي مو غريبة على مصر ولا على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. رسالتي للعالم أن هذا ولدي أديب، هو من الأطفال اللي ذاهبين إلى المستقبل تحت قياداتنا في الوطن العربي، القيادات الرشيدة. وأقول حق الشباب، أوطانكم محتاجة لكم، حافظوا عليها، وإن شاء الله نحن خير أمة أخرجت للناس.